شارك وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم في جلسة برنامج عمل الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه. وأشاد وزير الموارد المائية والري بالتعاون المتميز بين مصر والاتحاد الأوروبي خاصة في مجال المياه، مشيرا إلى دعم الاتحاد الأوروبي لمصر في تعزيز مجالات هامة مثل رفع كفاءة الري وإعادة استخدام المياه وتقنيات معالجة المياه.